أنا وإخواتي 2 ما بنقشعها. أنا ما بروح على المدرسة هون، في كتير طلاب راحوا على المدرسة وما والأستاذية ما أخذوني معهم لأن ما بشوف. هنيك بفاتر يكتبوا أقلام، أنا ما بعرف أكتب لأني ما بشوف. قال لأنه ما في مدرسة خاصة، لأنه نحن ما بنشوف. كل يوم أقعد بالبيت، أوقات أطلع أتمشى برا، أوقات أقعد برا هيك.